فتحت له وسائل التواصل الاجتماعي بابا ليصنع محتوى مميزا، فكان أول من قدم فلوجات رياضية في غزة ونقل الواقع وقصص الناس من القطاع بشكل نوعي، حتى أصبح سفير النوايا الحسنة من الاتحاد الأوروبي. وأصبح من المؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي. اليوم يتابع كأس العالم من على أرض الحدث في قطر، ناقلا صورة جميلة لهذا الحدث الرياضي الضخم وحاملا معه طبعا فلسطين في قلبه. نرحب بالمؤثر وصانع المحتوى أحمد حجازي، أهلا وسهلا فيك معنا. أهلا فيك وأهلا أستاذ. شكرا. وكمان أهلا بالسادة المشاهدين، وكيف وصباح قطر الخير للعربي. اليوم؟ يعني قطر تقدم ما لم تقدمه أي بلد آخر. أول إشي الثقافة العربية اللي بنشوفها، الدين الإسلامي الموجود في كل مناطق قطر، الرياضة العربية والثقافة العربية اجتمعت في آن واحد، وهذا الإشي شكل طابع عالمي على الثقافة العربية، إنه قديه الثقافة العربية إشي عظيم. طيب بدنا هيك نرجع للبدايات، من غزة كانت البدايات، كيف خطرت على بالك تقديم هذه المواد، ومن وين ابتدأت؟ من وين بديت؟ طيب أول شيء أنا أحمد حجازي، فلسطيني من غزة، عمري 26 سنة. بديت قبل 4 سنين لما كنت في الجامعة. أنا درست تخصص المحاسبة، ولكن كان شغفي الإعلام الرياضي أو الإعلام بشكل عام كتقديم. فكان في غزة في عجز في تقديم الفلوجات اللي بنشوفها في كل المناطق العربية والعالمية. فكنت حابب أعمل فلوج، وكان دائما ببهرني الرياضة في غزة، إنه في رياضة في غزة لكن مش منقولة بالشكل الصحيح. فكانت بدايتي في الجامعة، وكان معايا جوال، مش الجوال اللي بيخليني أصور الفيديو المحترف. فكان إلي خالتي اسمها ختام، الله يرضى عنها، كانت تحبني كثير، وأنا استغليت هذا الحب. فأخذت منها فلوس وحكيت لها إنه أنا بدي أشتري جوال وأبدأ يعني، وإن شاء الله بس يصير معايا فلوس برد لك إياها. فطبعا خالتي لأنه بتحبني زيادة عن اللزوم أعطتني من غير ما حد يدرى. شريت جوال، وكانت في مباراة نهائي ما بين فريق اتحاد الشجاعية وخدمات رفح. هذول الفريقين من أكثر الفرق اللي عندها جمهور، والجمهور الفلسطيني الغزاوي كثير محب للرياضة. فأنا رحت على الملعب، وطبعا أنا لسه طالب جامعي فممنوع أخش الملعب. كان في من الحرس الموجود على باب الملعب شخص جارنا، فأنا فهمت الفكرة ودخلني جوا الملعب على إني إعلامي، وبديت أصنع الفيديو. صنعت الفيديو طريقة جميلة وحلوة والناس تحبها، لكن ما بعرف أمنتج. فضلت المواد على الجوال لمدة أسبوع بدون نشر. فدخلت على اليوتيوب، تعلمت كيف أنه أمنتج، ومنتجتها بأي طريقة وطلعتها. يعني شخصين، في خالتك وجارك، يعني هم يعني كانوا وراء نجاحك اللي ساعد. بالنهاية منتجت الفيديو، صح المنتج ما كان قوي، ولكن انتشر الفيديو والكل صريح فيه. في نهاية الموسم الرياضي وزارة الشباب والرياضة كرمتني كأفضل صانع محتوى في الموسم الرياضي. هون عندي سؤال، أنت اليوم تقدم محتواك عبر إنستغرام مثل ما شفت هلأ، تابعت يعني بعد شوي حنحكي عن جولتك بقطر، ما شاء الله عليك ما عم تهدى وفرح وأجواء الفرح، لكن بهمني أعرف اليوم المحتوى، كل حدا بيقدم محتوى، الناس كلها بتقدم محتوى، شو يلي برأيك عم نشوف هون يعني المحتوى اللي عم بتقدمه بالدوحة بين الرياضة والفرح وهيك؟ منشوف، خلينا ناخذ فكرة، خلينا نقدم للناس فكرة عنه، نتابع الفيديو وبرجع بتابع سؤالي. اللي بدي اقوله انه، وهذا سؤالي لك، ما الذي يصنع برايك يعني محتوى جيد اليوم؟ اليوم كل الناس بتنزل فيديوهات ولحظات بس بتلاقي سبحان الله في ناس توقف من بين هالجماعه، بتلاقيها يعني لحالها قدرت تكسب شهره ومحبه الناس. شو هن برايك المكونات اللي جعلت من محتواك محتوى هالقد يحبوه الناس؟ أول شيء اللي ساعد المحتوى عندي في الانتشار هي
أول شيء طبعاً قضية فلسطين، بتعرف غزة هي المكان اللي كل الناس بتتفرج عليه ما بين الحرب وما بين الجمال. الناس كلها لما تسمع سيرة غزة بتشوف إنه غزة صواريخ، شهداء، حرب، و و و و لكن في كل وقت أعطيه وقته، يعني في وقت العدوان على غزة بنغطي الحدث وبننشر الصور الإنسانية اللي لازم تنتشر للعالم بطريقة إنه العالم يتقبل الصورة، مش صورة الدم، صورة الأشياء، لا، صور الإنسانية اللي عن جد بتبين الواقع المرير اللي بيعيشه أهل غزة. لكن ما بعد العدوان، هل غزة مكان يصلح للحياة؟ هذا الإشي اللي أول الإشي اللي نجح المحتوى، إنه فرجيت غزة بأسلوب صورة مختلفة. طبعاً. يعني غزة ما بين الحرب ما بين جمالها، غزة كتير حلوة، بناسب بأكلاتها الطيبة، بمجتمعها اللي بيحب بعض، اللي بدير باله على بعض. يعني غزة اللي الحصار اللي فرضوا الاحتلال على غزة خلى صورة غزة إنه والله مكان لا يصلح للحياة، لكن في ناس، في أكثر من 2 مليون شخص في غزة عايشين ومكملين في هذه الحياة. فنقلت صورة 2 مليون شخص كما هي طبيعية للناس على السوشيال ميديا. هذا الشيء اللي غير لقطر الكوفية والعلم طبعا، يعني لأنه لما نجيب مونديال، سيرة مونديال قطر، سواء اليوم أو بعد 20 سنة حيحكوا مونديال قطر فلسطين، 100%، لأنه فلسطين يعني حاضرة كل وقت وربحاني بكل، يعني كنا زمان لما نحضر مباراة على الشاشة لأي دوري من الدوريات، لما نشوف علم فلسطين نفرح طبعا، لكن اليوم احنا بنشوف على الواقع قديش الشعوب قالت كلمتها ما بين حبها لفلسطين. صحيح. ما بين قديش في معرفة لفلسطين في أي مباراة، سواء للدول العربية أو الدول الغربية، بنلاقي العالم الفلسطيني، الكوفية الفلسطينية، كلمة فري فلسطين. يعني أنا نزلت على الشارع في شارع مشارب، قلت بدي أجرب أسأل الناس من مختلف الثقافات ومن مختلف اللهجات واللغات إنه يحكوا لي عن فلسطين، بس يعني الحرية لفلسطين، كل واحد بلهجته. في 10 دقائق أنا عملت حوالي 50 مقابلة مع الناس، وثقت هذا الإشي ونشرته. يمكن هذا الإشي أنا ما كنتش حاس فيه لأنه كنت آني بصور خلص بدي أخلص، لكن لما شفته بعد ما تمنتج، يعني عن جد الإشي قد ما بدنا نحكي عن هذا الشعور ما بينوصف. بالفعل يعني فلسطين موجودة بقلوب كل الناس اليوم بنشوفها. بدي أسألك هيك تقنيا عمليا، اليوم أنت موجود بقلب الحدث وعم نشوف هالفيديوهات، خبرنا عن شغلك اليومي، يعني بتنزل بتمشي بالطريق وين ما كنت بتشوف شيء قدامك، كيف تخطر عبالك الفكرة، كيف بتنفذ، شو بتحب توصل؟ يعني أنت بالحياة هيك فكاهي مثل ما بتظهر بأحلامك؟ يعني إنه ولا لا هيدا المحتوى بده تخطيط مثل ما عم تقول زميلتي منى؟ النجاح إنك، يعني أنا باعتقادي كأحمد إنه النجاح لازم تكون على طبيعتك، سواء على السوشيال ميديا أو على أرض الواقع. فأنت لما تكون على السوشيال ميديا زي ما أنت على أرض الواقع وتتكلم مع الناس اللي على السوشيال ميديا كأنك بتكلم معاهم وأنت قاعد معاهم أو ماشي معاهم، هذا الإشي بيصل لقلوب الناس. دائما بنقول الكاميرا، في ناس كتير مبدعين لكن قدام الكاميرا ما بيقدر يوصلوا الكاريزما أو الشخصية تبعتهم. فأنا دائما بعتبر الكاميرا صديقتي، أو يعني أنا بتكلم مع الكاميرا كأنها صديقي، بمزح معه، بحكي جد، بعطيه معلومات توعية، حدثها بخبرها بالضبط. حتى إنه ما لما بحكي مع الكاميرا كأني ما مش شايف حد حوالي إلا صديقي اللي هو الكاميرا. نعم. عندي سؤال أخير لك، لاحظت عندما تابعتك على إنستغرام إنه عندك حساب احتياطي، وسألتك تعتلوى على تيك توك قلت لي تسكر الحساب. إلى أي مدى برأيك اليوم أيضا الفلسطيني يدفع ثمن على مواقع التواصل الاجتماعي لأنه بيحكي بقضية محقة مثل فلسطين، وكرمال هيك عملت مثل ما بيقولوا حساب إضافي، إذا بحال لأي يعني سبب من الأسباب تم تسكير الحساب يكون عندك شيء احتياط؟ معروف إنه وسائل التواصل الاجتماعي أكثر شيء محاربة للمحتوى الفلسطيني الحقيقي اللي بيظهر الرواية الفلسطينية الحقيقية. فكل الحسابات الفلسطينية، سواء أحمد، كل الأشخاص اللي بينزلوا على القضية الفلسطينية بشكل مستمر دائما يعني محاربين. أنا لحتى الآن في عندي قيد على حسابي الانستغرام الرئيسي من 2020، حساب تيك توك طبعا تسكر. الحساب الاحتياطي بنعمله على أساس إنه
اذا تسكر هذا الاساسي خلص. فهي معروف انه وسائل التواصل الاجتماعي بتحارب المحتوى الفلسطيني، لكن حيجي اليوم انه وسائل التواصل الاجتماعي تامن في القضيه زي ما كل الشعوب العربيه والغربيه امنت في القضيه، وهذا اللي شفناه في مونديال قطر. صح. ان شاء الله يا رب. شكرا لك، كل التوفيق ان شاء الله. المؤثر وصانع المحتوى احمد حجازي، اهلا وسهلا فيك معنا.